أنا هذا المساء من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس المجبنة سيد التالي. شفت ذاك اللي القطعة اللي يقطعوا الناس، وذاك ما تواسع لأنه تضليل الناس حرام شرعا. رجاج يقبل كلام مسؤول ويقطعوا، نين يقطعوا عود كلام وعاد خارج السياق. قطعوا واحدين فيديو يقول هو شوارعنا هون زي من شوارع في إنديانا، في موريال، والله كيبك كندا موريال. فرجاج سمع ذا يشك عنه، هو يقارن شوارع موريتانيا بشوارع أمريكا وكندا. هو ما قال، هو يتكلم على قضية البنية التحتية وقضية قضية مينتناس دفام دفام وإصلاح الشوارع، على أنه يكلف ياسمن فضاء وعلى أنه فهم شوارع وعدلوا موريتانيا وأمريكا مازال ما عدل فيها. قال موكل أمريكا تعاني وكندا تعاني من الشوارع الخامرة المترتكة. دصا نقول لكم أنا هذا العار طاعن البغبغاء وطاعن المنافقين. أمريكا فيها شوارع يقلقوا فيهم الوتات، وفيها دبريج صلاة محتاجين يعدلوا. هذا صحيح؟ ده ما معناه أن الشوارع نحن زي من الشوارع عموما؟ طبعا ما في مقارنة، ما في مقارنة به اللي هذا ما شي ما يوفر من البنية التحتية، لا في مقارنة. يقير أنه فهم عنده سبب. صالح محمد زقم والله ما هو كذب، أقسم بالله العلي العظيم ما هي كذب، أقسم بالله العلي العظيم. إلا نيويورك اللي فيها شوارع خويمرين وفيهم الحفر. أحمد سالم الحمادو زبيبي، أنت زبيبي وفيهم كل شيء. وفي موريال أنا كنت في كندا اللي فيها، خليكم أنتم لا تكذبون. إحنا ذا ملي ميداني نشتغل فيه ونعرفه. تكذبوا في شيء، أنا واقف عليه يوميا. والله اللي هون طرق في أمريكا التشبار الطريق هلها ليتا اللي هو فيه لهم 6 سنوات 7 سنوات يدوروا لها ميزانية، ما لحقت ميزانيته، ما لحقتها. هي الدولة، هو بايدن أكبر مشروع عنده قضية مشروع إصلاح الجسور والطرق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يخرب بيتك يا عنطة اللي بنت أبوك يا ابن الكلب. السور والطرق في أمريكا لماذا؟ لأنه خارجين طرق ما تلاهم محتملين وتوف، والسبب كثرتهم. والله كذيب الله اللي قلت أنت، والله اللي كذيب الله اللي قلت أنت. أتفو من النوع من الأخلاق، أتفو بكم مع عيقاتكم. لا خالقش من الناس متعيقات وتوف، لا طبيعته والقبح والتعقد. يا أخي أضرب لا أختيني بي، أنا أتكلم في الواقع. هذه لي أنا فيك، الناس كلها يبقي راسه هنا تيال طرطق وجلب حمار راسك. نعم أتفو من النوع من الأخلاق، أتفو مو يسخم. لعنة الله على الرويبضة. انت طالع عليك المجبنة وفيك الحموضة، ولو كنت عندك ايه يقبضوك يديروا دركة داخل خالك ويتموا يعدلوا لك زريقة من البارد، يقول لك يشم العرك المشوي والكارو ينين تصح.